الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الاتحاد الأوروبي: نعمل مع مصر على تحديد مستهدفات مؤتمر للاستثمار لعقده ربيع 2024. التموين: بدء توريد 100,000 طن قصب سكر من المزارعين لإنتاج 7,000 طن سكر. الأمم المتحدة: أكثر من 76,000 نازح في لبنان بسبب التصعيد مع إسرائيل. محمد صلاح يشارك في مران منتخب مصر اليوم استعداداً لأمم إفريقيا.